اخويا واحد البنت عاديه عاديا ما خصنا تا خير، نعست درت الشارجور، ربي قال لي حلي عينيك، كون ما حليتش عينيك راه مصيبه. صافي حليت عيني لقيت العافيه شاده في الماطله من جميع، ماشي شاده عافيه بركان، وانا الوسط ما قيصاني حتى حاجه. هي فاش خرجت رجليا وخرجت شدات لي العافيه في رجليا، هي فاش تحرقت في رجليا هزيت ماما رجعت للبوطه خرجتها الصغيره كانت عندي في البيت، وجاب الله البيت الداخلاني كون بدات البيت من الكولوار ما لقاوش منين نخرجوا، والموبلا يهبط وكل شيء يمشي. ايه وصافي خرجت ماما بديت نغوت ندق على الجيران، مشى كل شيء ذهب فلوس اي حاجه تخيلوها مشات، بقى القران مصاحف الله هما اللي ما مشاوش، ايه الله العظيمه ها هما كل شيء مشى بقى وايه الله. وهذا الشيء اللي كاين، وتنطلب من الناس اللي في قلوبهم الرحمه، ديرها فاجعه كارثه. وانا مريضه محروقه ما تنقدر لا نزيد لا والو، تنزيد خصني نزيد صافي ماشي يعاونوني. المهم انا باغا شي حد يصلح ليا ولا يعاون، باغا شي حاجه. ما بغيتش امي تبقى عند الجيران على اخر ايام 80 عام، مشى كلشي التليفون باش نخبر، باش ما بقى حتى شي حاجه ما عندي باش نخبر. يعني منين خرجت قلنك حفياني نعرياني بديك البيجامه ديالي، حيت كنا ناعسين نعس راخو الموت، ناعسه تحليت عيني كون ربي سبحانه وتعالى ما حلش لي ديك العوينه، كون مشى كلشي هذا الموبل كامل كان يمشي. غيبداو البوطات يبدا البومباردومون صافي، والبومبيه جاو معطلين حتى العافيه قدات، وهذا راه اللي عاونوهم الناس ديال الدرب كره وصلت للبوطات الكوزينه راه صافي. لا اله الا الله، راه الله شد فينا وقيلا درت شي خير في الدنيا راه هو اللي وقف معايا. دمار شامل ولكن تنحس بالله مقويني. لا اله الا الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. مي ما عندي ما ندير، اشنو نتسطى؟ ما عندي ما ندير. مني بقيت بعقلي وربي عطاني الثبات، نحمد الله ونشكره عمر جديد، وتنطلب من الله سبحانه وتنطلب من القلوب المغاربه الحنان. بغيت ما عرفتش منين نبدا، ما عندك حتى منين تبدا، شو كارثه منين تبدا ومنين تتم. كلشي مخلوع العافيه هادي راه عرفتي شنو عارف، كلشي هربان حفيان. انا مازال عطاني الله الثبات، دقيت وهبطت خرجوا راه العافيه، وانا حفيانه وهازه ماما عيت حطيتها شويه بديت نجر فيها، حيت انا الاول اللي شفت ديك العافيه دايره بالماطله ديالي وانا ما قيسني الوسط والو. مي هذا الشيء علاش انا درت الصحه عيطت وهذا على قبل الام ديالي نضحي، فهمتي؟ المهم ما يكون شي باب، يكون شي حتى انا تنتفائل كاين الله كاينين المحسنين كاين الخير، باقي الخير في الدنيا. يعني ضروري يتحل لي شي باب، ضروري واحد الباب ديال الخير ديال الرحمه. هادشي اللي كاين، ما بقى عندي والو. انا خرجت عريانه قلت لك بحفيانه ومحروقه، انا اللي تحرقت حيت انا اللي خرجت رجلي وسط ديك العافيه اللي كانت دايره بالماطله ديالي، فهمتي؟ وقاديه شاده في ليبونج، وعندي وعندنا العود سداد العود شاد شي فشي، كلشي تحرق. اجي تشوف لا بغيتي، كلشي مشى ما بقات والو. شي حاجه عطاو ليا الناس شي حاجة، سلكت لي نسيت هاد العباية هادي وهاد الزيف السترة، كلشي مشى. والقرآن اللي بقى باش نقرا تنصبر راسي في الوحدة ديالي في الخلوة ديالي هنايا، ما نخليهاش. عرفتي دار كي دايرة وباش ما نقدرش نخليها، خصني ندق أي باب ما عرفت شنو على قبل الأم ديالي، خصني الاستقرار بعدا. يلا وقعت راه كارثه، يعني دخان 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 بركان عافيه، ماشي ديك العافيه. ما عندي ما ندير، وتنوض ونحل المكانه وندير السطل والانابيب كلهم دايرين، ونعمر ونصب دغيا هذاك الحاجه الانتيم ديالي لان انا نقيه، فهمتي؟ المهم خصني نوقف انا حتى انا هي السند، ماشي مره 80 عام غنبدا نجل وقفيها، لا يمكن. لا تنصح اي واحد ما يخليش الشارجور، نصيحه اختكم في الله صوت اللي ما يعاونني ابدا عوات الخير، ما تخليهوش البوطه وتخطو الشارجور، كارثه تيولي بحال كورب سيركوي بومباردومون، كارثه اخوتي في الله. لقيت هذوك الجارات اللي في هذاك الكولوار هما لي ناس حنان شاد ليا بعدا امي، ما نقدرش نزيد عليهم حتى انا، راه لا يمكن بحكم النفسي راه لا يمكن. نعس في الحموم يجيو ما بيديهم، انا ما بغيت والو، اي ما يشوفوا يعرفوا انا ما باغا والو، بغيت الدار تولي تولي نقيه.
وهذيك الساعه منين نبدا نوقف على رجلي وطلع نبدا نصيب، ما عرفتش باش نبدا، ما فهمت والو، ما وبوحدي تنطير ونبدا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.